لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. وصفتنا ان شاء الله للتخسيس وصفة جميلة جدا، زي ما احنا شايفين مكوناتها طبيعية خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. انا هحتاج 10 فصوص من التوم، وكمان هحتاج معلقتين من الكمون المطحون زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هستخدم الوصفة بتاعتي دي ازاي وهعملها ازاي؟ يلا بينا خليكم مع جيجي علشان نعرف هنعمل الوصفة بتاعتنا الجميلة دي ازاي ونقول هنستخدمها ازاي. انا هجيب طبق او طاسة او برام زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ احط فيه المكونات بتاعتي كلها. هبدأ احط الكمون، وكمان هحط الثوم، وهضيف عليهم كوب واحد من المية. بالشكل ده انا ضفت كل المكونات بتاعتي على بعض وضفت عليها كوب واحد من المية. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا هرفع المكونات دي على النار، هسيبها تغلي تقريبا 10 دقايق لحد ما الاقي بدأ الثوم يستوى كده شوية. هبدأ اطفي عليها وهسيبها تبرد، هضربها في الكبة بتاعتي او في الخلاط وهقولك هتستعمليها ازاي. بالشكل ده انا رفعتها على النار، وكمان طحنتها في المطحنة بتاعتي بعد ما بردت خالص. طيب انا هستخدمها ازاي؟ هناخد كل يوم فنجان واحد من المكونات اللي انا عملتها دي، فنجان واحد فقط يا بنات هناخده كل يوم على غير الريق. الوصفة دي طبعا تنفع للبنات والشباب السيدات الرجال، يعني عشان في ناس بتسألني الوصفة دي تنفع للرجال؟ ايوة طبعا، واي وصفة تخسيس تنفع لاي حد. كل اللي انا هعمله انا هاخد فنجان واحد كل يوم على غير الريق زي ما احنا شايفين كده، فنجان بنفس الحجم ده كده. والكمية اللي هتتبقى معايا هعينها في برطمان وهشيلها في التلاجة تاني يوم اخد منها تاني. الوصفة دي ان شاء الله باذن الله حبايبي بتخسس الجسم وبتنزل البطن والكرش والارداف، وصفة فعالة وان شاء الله باذن الله نتائجها ممتازة. جربيها اسبوعين او 3 بالكتير وهتشوفي نتائج فعالة معاكي. حبيب قلبي يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلاس واتساب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.